والله في ثيابي. من اللي قال لك ان انت ثيابك عندنا؟ من اللي قالك؟ والله انا حاسس. شوف انا بعطيك بنطلون، والله بنطلون وسوي حاجه تبينه؟ وانا بعطي ست اشهر هو يعطيك التيشيرت تبين؟ عشان والله ان نفس اختي انت والله صغيره والله العظيم انه عشان انسانيه الاطفال. اختي كلها عزيز بنطلون؟ بعطيك شوف راح تندم اذا ما عطيتوني ثيابي. تندم؟ والله تهدد ظهرك. وين الحين؟ واحد سالك ملابسك تجين تقولي لنا ان حسين حسين دخل؟ حسين اذا سويت فيه شيء لا تكلمني. خلاص اوكي. من حبيبتي اسمع ليش كل مش تدخلوا في البيت ليش تدور حوايجي؟ اسمع لبسوا كل مكان. اسمع انت الحكم. وهي طيبه. اسمع انت شايفته اليوم انا زعلان صح؟ متضايق ووضع امس ورا وحصى بالله بالعقل كذاب ولا عقلي. اسمع ابيك عقليه لاني انا اخذت ثياب وهو تتوقعين ان انا باخذ ملابس وانا زعلان؟ انا خليت لك يا مشكلة. انت تو ما زلت زعلان؟ ها؟ انت تو ما زلت زعلان؟ والله العظيم اني للحين متنكد ما في الا قاعد اضحك عليها والله والله العظيم تضحك والله العظيم اضحك عليك. انت يلزمك تلبس اخضر واصفر واحمر وازرق والوان تخيلوك كلون ما يصبحك ما كلون قدامكم انا مش تضحك ايه؟ مش كلون هي مش تضحكوا عليها. افا يا اسمع انت تعرفين ايش سوينا فيها احنا؟ ها؟ يا الله وقفناها هناك وحطينا فوق راسها علبة بيبسي. لا لا قوية. الله شوف طالع المراية تسوي كذا الحمد لله بشكل. ايش القرصة اللي بيدك هذه؟ المس. ايش القرصة هذه؟ من الدانسرز. المس. ايوه. المس. والله عضلات والله. طب يلا. مصطفى كيف؟ انا ما شفت عضلاتي لهلا. انا اسمي مصطفى. اوه نسيت. طب انا ما شفت عضلاتي لهلا. انا عضلاتي هون. تتوقعين هون يا اسماء؟ لا لا. يا طيب حبيبي ايه؟ وانا انا زي الحلو انت مصطفى. دي يا عمري. لا بس بنطلون؟ في ثيابي. بجيب بنطلون اوكي؟ اوكي بدي بنطلون، جيب لي بنطلون. بنطلون؟ تلبسينه؟ ما انت قلت لي جيب لي بنطلون. انا راح البس بنطلون ما راح البس شيء اللي هو يعني ما بعرف شو. اذا خليك بهذا مال السكورتي يلا. تبرع لي بالبنطلون زين؟ عادي. تبرع لي بالبنطلون ترى بالعكس كاش خلي لا انت انت ولا تبي الهاف؟ لا عندي بعطيش والله جد عندي هافات كثار. تيشيرت ولا لا؟ بعطيش كبوس. تعالي علي طيب من زمان انا قبل زمان والله هذه مرق بس بجاوب طيب كثير بعطيك بنطلون طيب كثير اعطيت تيشيرت انت طيب يلا اعطوني ثيابي شرقني تعطيها بجاوب هاي تم ما بدكم تعطوني؟ اذا هسه بعطيك تيشيرت انا بعطيك ما بدكم تعطوني انا بعطيك والله من عندي لا ما بدكم تعطوني بعطيك تيشيرت بعطيك تبين لا يلا قوم اوديك هدومك انت انا انسان والله اني طيب وما احب ازعل جيب لها بنطلون هيثا ما احط انا حوايجي حوايج شنو؟ ما تقدرش تطلني حوايجيك؟ تكلمي عربي والله بس ضرب العربية ما تقدرش تطلني حوايجي والله انا ما افهم لك ما بغيش تحشم ما بغيش تطلني حوايجيك؟ انا نريد ابقى انسان اخرى فين حوايجي؟ فين الدنيا هذيك عاد؟ فين حوايجي؟ شفيك؟ فين حوايجي؟ ايش قاعد ما تخيل حوايجي؟ انا قد عليك؟ لا لا قد ايش فيك؟ لا انت ما عندك مد يدك علي، انت عمرك بحياتك ما مديت يدك علي، اعطيني حوايجي. انت دي مشكلة انت بنت ما اقدر اطقك. والله انا لابسي بعد. اقول. شو؟ ماخذ ملابسي. اخذت ملابسك. ايش رايك؟ احلى. شايف المسخرة تقول لي روح جيب عشان متاكد انها ماخذ ملابسي. كذاب. فين ثيابي؟ ماخذ ملابسي هلا انت ملابسي اعطيت ملابسي انا بس لو ما هيدا مقلب بتسوي اعتبري تهديد سويتوا لي مقلب وهلا مقلب ثاني سلطان اعتبري تهديد تخويف وراح تنشالين من الاكاديميه تنخطفين تنامين في السطح والله العظيم لو هاف بس هاف انشال مني هاف هاف يعني بوكسر بوكسر بس بوكسر ما تنكسف تقول لي اعطيك لانه عندي اكثر ما تنكسف ما تنكسف عادي شو اللي عادي؟ يعني ذمتك واحد بيعطي شيء؟ لا ما تقول لي هيك عيب يلا فين ثيابي؟ سمعي تبين انت بنت والله جد بنتي والله ما اقدر امدي عليك والله والله سويت حركه دي انا دائما اسويها دائما الواحد يموت مسكين جد انا ما انا ما انا لهلا ما سويت شيء طالع يدي كيف شكبر كيف
وفاء هيثم شو نام بكره من صحي الساعه هيثم قلت مع عدل وراح نجيب ثياب. طب قولوا عندكم ولا لا؟ مو عندكم والله لا والله حلفت انه مو عندي ملابس والله ولا ادري عنها والله احلف انت والله العظيم والله شو ترى مجنونه والله عيد عيد عم مديت يدك هذه قلت طب خلص يلا عيد عيد بالله على وجهي بالله على وجهي عشان اتضمن عيد قدي منهم قدي منهم لا هون قولي انا هون بدي اقعد احكي يا اخوي ما القضيه احكي والا راح اعمل شيء خليك تنط من مكانك انت عيلتي ولا شنو؟ اعمل شيء راح خليك تنط من مكانك يا هيثم اعملها يا هيثم قاعدة انا اقول اعمليها يلا خليه ينط وريني كيف ينط وريني كيف ينط اعملها هيثم اعطيني ملابسي اعمليها مو بينط بخليك هيثم اعطيني ملابسي مشكلة سنة تهددين كثير بس قبل جد خايسة عدليها وكلميني عشان تشوفي خلينا في الله يا بدرية يا بدرية صاهرة تشبهون مشكلتكم تشبهون بدرية وانت تشبهون ما عفتكم الجميل هذا جدا بدرية كتير حلوة وانا اصلا اذا بشبهها او ما بشبهها هي صاحبتي وعارف والله يا بدرية ما بتعايرني لانه بتقلي بتشبهي بدرية والله جد مش فيكم بدرية صاحبتي بدرية جميلة ما بقدر اشرب اخلاقها بروحة الحلوة روحة الحلوة مو بنفسك مغرورة يعني شفت روحك بيضة 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 خايسة حليب جبنة جبنة طب فين ثيابي؟ وانت كيف يكفي ملابسك تلوع الكبد فين ثيابي؟ مال مطعم فين ثيابي؟ شوفي شوفي كيف بدري اللب احمر فين ثيابي؟ كل عيد حب عندها فين ثيابي؟ فين ثيابها يا هيثم؟ هيثم لا تقول هيثم شالك ال فين ثيابي؟ فين ثيابي؟ فين ثيابي؟ ترى انت مجرد شكلك ما شفت انت عيال السعوديه يسوون فيه شغل بس ما تضربوني ترى احنا اثنين اقسم بالله مفطس لا 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 هيثم هيدي بتوجع يا هيثم والله العظيم يا هيثم يا هيثم يا هيثم كبيرة هيثم توجع يا هيثم عطني نفسي عشان بتجرب يا هيثم انا بدي اتربع على كرسي يلا ايش ودك نسوي هيثم؟ انا ودي انا ودي ادخل ملابسنا اللي جنب ملابس اوه انت صراحه انت تفكيرك ترى عقلك كبير حبيبي انت عقلك ترى يشتغل والاوتي عندي صح المكوايا عندي صح؟ حقك عزوز يلا راح اجيبك ثياب خايس جدا خايس جدا حتى لانه انت هيك عم بتعير حالك ثيابي وثيابي لا ثيابي سير هيثم وعزوز ورامي ومحمد مغربي نعم ومهدي اوه عاد مهدي بلابسه وكذا بلابسه مره انت متخيلين جواريب جواريب عم تضحكوا علي ضغط ما يسفك خلي انا كنت اعطوني ثيابي شنو هذا؟ ركبتي يلا بقى والله والله تعال يا حازم دلعها طاهرة راح نجيب ثيابك شو ثيابك؟ قوم النوم قوم وراء الثياب ترى مغربي نايم عند الباب جيب ثيابي طاهرة ثيابي خذي خذي مسكي 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 طاهرة مسكي مسكي خلاص انا ثيابي تشيلها تعالي شوفيهم طاهرة في شيء هنا داخل ولا في شيء هنا؟ طهرة تعال احكي لنا هيك الزبي انت هلا عم تتوشم شو؟ لا تعالي عاد طهرة خذي ثيابك خذي ثيابي تعالي مع شاي طب يلا وين ثيابي؟ فوت بالعرة انا حبيت اعترف لك بشغلة اعترف يا هيثم اعترف انا اخوك اعترف ولا تتيح من الجماهير اعترف الناس كلها تتفرج الا ثيابك مو عندي والله ثياب اسبوع عندنا والله حتى بس ما بس خاتة ثياب اسبوع عندنا والله بقى هيك بدون